السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا دائما تجديد اللقاء معكم من خلال هذا البرنامج المتحدث عن أعظم ثلة خرجت للناس من صلب هذه الأمة، وهم أصحاب الرسول عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم. سيكون الحديث في هذه الحلقة عن صحابي جليل جاهد في سبيل الله بنفسه وماله إلى أن لقي وجه ربه سبحانه وتعالى. وكان سليم النية، طاهر القلب، كثير العبادة والتهجد، وكان أيضا كثير القيام والصيام. وكان رضوان الله عليه يتحرى اليوم الشديد الحر في أشد شهور السنة قيضا، ويصومه ليعود نفسه الصبر والاحتمال. وكان رضوان الله عليه معلما للقرآن الكريم، فقد كان يجلس إلى الناس في اليمن والبصرة وغيرها من بلاد الإسلام ويقول لهم: هلم إلى كتاب الله، فيقرأ عليهم القرآن بصوته الشجي الرخيم، ويعلمهم كيفية قراءته، ويبين لهم معانيه بقدر فهمه لها. وكان يقول للناس: إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأنظف لكم طرقكم. من هذا المتواضع العظيم الخلق الذي أرسله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حتى يفقه الناس بالدين ويعلمهم القرآن، فيقول للناس: أرسلني أنظف لكم طرقكم؟ إنه صحابي جليل أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما، وبشره بالخير في الدنيا والآخرة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. إذن أنت تعرفينه جيدا. أجل، وفي مثله يقول الشاعر: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكك الدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. قول جميل، ولكن من هو؟ إنه من قيل عنه صاحب الهجرات الثلاثة. أجل عرفته، إنه الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم، أبو موسى الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس، وأمه طيبة بنت وهب، أسلمت وتوفيت في المدينة. حين سمع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن نبي ظهر في مكة يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد ويأمر بمكارم الأخلاق، غادر اليمن بلده ووطنه متوجها إلى مكة. وفي مكة جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه الهدى واليقين، ثم عاد إلى بلاده بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر بدين الله بين قومه، وليكون مع معاذ بن جبل هناك يساعده في التعليم والإرشاد. ومن ذلك اليوم أخذ أبو موسى رضي الله عنه مكانه الدائم والعالي بين المؤمنين والمسلمين. بعد ذلك عاد أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إثر فراغه من فتح خيبر، ولعودته قصة ما أجمل أن نصغي لسماعها. يقول أبو موسى رضوان الله عليه: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا إليه مهاجرين، أنا وإخوان لي في 50 رجلاً من قومي، فركبنا سفينة فألقت بنا سفينتنا
إلى النجاشي في الحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فوافقنا النبي عليه الصلاة والسلام حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس، وكانت ممن قدم معنا، على أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي مع من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال حين رأى أسماء: من هذه؟ فقالت حفصة: إنها أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق بالنبي صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في البعداء والبغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أسماء بما جرى من حديث بينها وبين عمر، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وتقول أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وأهل السفينة يأتون أرسالا يسألون عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي. أوتي أبو موسى الأشعري صوتا غاية في الحسن والجمال، فكان رضوان الله عليه إذا تلا القرآن على الناس ملك قلوبهم ومشاعرهم. سمع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قراءته في ليلة من الليالي، ثم قال له عند الصباح: يا أبا موسى، مررت بك البارحة ومعي عائشة وأنت تقرأ، فقمنا فاستمعنا لقراءتك. فقال أبو موسى: يا نبي الله، أما إني لو علمت لحبرت لك القرآن تحبيرا، أي لبالغت في تحسين قراءتي لك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب أن يسمع القرآن من أبي موسى، فيقول له: ذكرنا ربنا عز وجل. ويستجيب أبو موسى فيقرأ، ويجلس عمر ومن معه يستمعون له في إنصات وتأثر وخشوع. وكان رضي الله عنه يجمع أهل البلد التي ينزل بها فيذكرهم بالله، ويحثهم على تلاوة القرآن وتدبره والعمل به، فكان يقول لهم: أنتم قراء أهل البلد، فلا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن تبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شديد الحياء من ربه، حتى قال:
إني لأغتسلن في البيت المظلم، فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل. وكان رضي الله عنه موضع ثقة الرسول وحبه، ففي حياته عليه الصلاة والسلام ولاه مع معاذ بن جبل أمر اليمن، وفي عهد عمر ولاه أمير المؤمنين البصرة، وولاه الخليفة عثمان الكوفة. وكان رضي الله عنه طيباً وديعاً مسالماً، ولكن ذلك لم يمنعه من الجهاد المضني في سبيل الله عز وجل، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: سيد الفوارس أبو موسى الأشعري. ويرينا أبو موسى رضي الله عنه صورة من حياته كمقاتل فيقول: خرجنا مع رسول الله في غزوة نقبت فيها أقدامنا ونقبت قدماي وتساقطت أظافري حتى لففنا أقدامنا بالخرق. ذات يوم خرج أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مجاهدا مع عمه أبي عامر الأشعري في سرية فدائية إلى أوطاس، وهو واد في ديار هوزان، ليهاجموا أعداء الإسلام. وأصيب أبو عامر بسهم قاتل فمات، فتولى قيادة السرية بعده أبو موسى. وقال له عمه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وقل له: استغفر لأبي عامر. ورجع أبو موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، وذكر له رجاء عمه في دعاء الرسول، فنهض الرسول كما تقول السيرة وتوضأ، ثم رفع يديه إلى السماء ودعا قائلا: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وانتهز أبو موسى الفرصة وقال: ولي يا رسول الله فاستغفر. فاستجاب النبي عليه السلام وقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. كان أبو موسى حصيفا ذكيا يجيد تصويب فهمه إلى مغاليق الأمور، يتألق في الإفتاء والقضاء، حتى قيل: قضاة هذه الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت. ولعل أكثر مواقف أبي موسى الأشعري شهرة موقفه في التحكيم بين الإمام علي ومعاوية، بيد أن الموقف كما سنراه برغم ما عسى أن يكون فيه من تسرع أو خطأ، إنما يكشف عن عظمة هذا الصحابي الجليل. يكشف الموقف عن عظمة نفسه وعظمة إيمانه بالحق وبالناس. حينما قبل الإمام علي كرم الله وجهه مبدأ التحكيم، كان من رأيه أن يمثل جبهته في التحكيم عبد الله بن العباس أو غيره من أصحابه، علماً بأنه لم يكن في إخلاص أبي موسى وصدقه ما يريب الإمام علي، ولكنه كان يدرك تماماً مدى قدرة الجانب الآخر على المناورة. وأبو موسى رضي الله عنه برغم علمه وذكائه يكره الخداع والمناورة، ويحب أن يتعامل مع الناس بصدقه لا بذكائه. ومن ثم خشي الإمام علي أن ينخدع أبو موسى للآخرين ويتحول التحكيم إلى مناورة من جانب واحد تزيد الأمور سوءا. لكن فريقا كبيرا من ذوي البأس في جماعته وجيشه فرضوا عليه أبا موسى. بدأ التحكيم بين الفريقين، عمرو بن العاص يمثل جانب معاوية، وأبو موسى الأشعري يمثل جبهة الإمام علي.
لنستمع أعزائنا الكرام إلى نص الحوار التاريخي الذي دار بينهما في بدء اجتماعهما كما جاء في كتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري. يا عمرو، هل لك فيما فيه صلاح الأمة ورضا الله؟ وما هو؟ نولي عبد الله بن عمر، فإنه لم يدخل نفسه في شيء من هذه الحرب. وأين أنت من معاوية؟ ما معاوية بموضع لها ولا يستحقها. ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوما؟ بلى. فإن معاوية ولي دم عثمان، وبيته في قريش كما قد علمت. فإن قال الناس لما ولي الأمر وليست له سابقة، فإن لك في ذلك عذر. تقول إني وجدته ولي عثمان، والله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهو مع هذا أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أصحابه. اتق الله يا عمرو. أما ما ذكرت من شرف معاوية، فلو كانت الخلافة تستحق بالشرف لكان أحق الناس بها أبرهة بن الصباح، فهو من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا شرق الأرض وغربها. ثم أي شرف لمعاوية مع علي ابن أبي طالب؟ وأما قولك إن معاوية ولي عثمان، فأولى منه عمرو بن عثمان. ولكن إن طوعتني أحيينا سنة عمر بن الخطاب وذكراه بتوليتنا ابنه عبد الله الحبر. فما يمنعك من ابني عبد الله مع فضله وصلاحه وقديم هجرته وصحبته؟ إن ابنك رجل صدق، ولكنك غمسته في هذه الحروب غمسة، فهلما نجعلها للطيب ابن الطيب عبد الله ابن عمر. يا أبا موسى، إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل له ضرسان يأكل بأحدهما ويطعم بالآخر. ويحك يا عمرو، إن المسلمين قد أسندوا إلينا الأمر بعد أن تقارعوا بالسيوف وتشاكوا بالرماح، فلا نردهم في فتنة. فماذا ترى؟ أرى أن نخلع الرجلين عليا ومعاوية، ثم نجعلها شورى بين المسلمين يختارون لأنفسهم من أحبوا. رضيت بهذا الرأي، فإن صلاح النفوس فيه. بعد أن رجع أبو موسى الأشعري من اجتماعه مع عمرو وأخبره بما تم الاتفاق عليه، وهو رد الأمر إلى الأمة تقول كلمتها وتختار خليفتها، حذره عبد الله بن عباس وقال له: أخشى والله أن يكون عمرو قد خدعك، فإن كنتما قد اتفقتما على شيء فقدمه قبلك ليتكلم، ثم تكلم أنت بعده. لكن أبا موسى كان يرى الموقف أكبر وأجل من أن يناور عمرو فيه، ومن ثم لم يخالجه ريب أو شك في التزام عمرو بما اتفقا عليه. واجتمعا في اليوم التالي، ودعا أبو موسى عمرا ليتحدث في الناس قبله. فأبى عمرو وقال له: ما كنت لأتقدمك وأنت أكثر مني فضلا وأقدم هجرة وأكبر سنا. فتقدم أبو موسى واستقبل الحشود الرابضة من كلا الفريقين وقال: أيها الناس، إنا قد نظرنا فيما يجمع الله به ألفة هذه الأمة ويصلح أمرها، فلم نرى شيئا أبلغ من خلع الرجلين علي ومعاوية وجعلها شورى يختار الناس لأنفسهم من يرونه لها. وإني قد خلعت الرجلين عليا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من أحببتم.
ثم جاء دور عمرو بن العاص ليعلن خلع معاوية كما خلع أبو موسى عليا، فصعد المنبر وقال: أيها الناس، إن أبا موسى قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه، ألا وإنني قد خلعت صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية، فإنه ولي أمير المؤمنين عثمان والمطالب بدمه وأحق الناس بمقامه. لم يحتمل أبو موسى وقع المفاجأة، فلفح عمرا بكلمات ثائرة غاضبة وعاد من جديد إلى عزلته، وخطى خطاه إلى مكة يقضي فيها ما بقي له من عمر وأيام. وذات يوم رطيب جاءه أجله، وكست محياه إشراقة من يرجو رحمة ربه وحسن ثوابه، وراح يردد الكلمات التي كان يرددها طوال حياته المؤمنة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. مات أبو موسى الأشعري عام 52 من الهجرة بمكة المكرمة، على الراجح من أقوال المؤرخين. أعزائنا المشاهدين، ورد في سياق هذه الحلقة معلومة تقول إن معاوية كان أخو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال: من هي أم المؤمنين التي كان معاوية أخاها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.